لحضارة مملكة البحرين صدى واسع في فرنسا، حيث يهتم معهد العالم العربي في العاصمة باريس بتعريف الجمهور بالثقافات العربية ومنها البحرينية. نعم، حيث يعرض المعهد تحفا أثرية قادمة من مملكة البحرين. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير مراسلتنا من باريس. تحفة فنية ورمز الثقافة العربية في فرنسا، معهد العالم العربي أسس عام 1980، حيث اتفقت 18 دولة عربية منها البحرين مع فرنسا على إقامته، يكون مؤسسة تهدف إلى تطوير معرفة العالم العربي ولغته وقيمه الثقافية والروحية. والحضور الثقافي البحريني متميز في المعهد. العلاقات الثقافية كذلك متعددة ومتنوعة وقديمة، وخاصة أن عددا من علماء الآثار الفرنسيين ساهموا في التنقيب في مملكة البحرين عن الآثار المتعلقة بحضارة دلمون التي وجدت في البحرين منذ أكثر من 4000 سنة قبل الميلاد. كانت البحرين حاضرة في كثير من الأحيان، حيث تم تكريم العديد من الشعراء البحرينيين في المتحف الذي منحتنا السلطات البحرينية فيه قطعا أثرية، بالإضافة إلى تكريم فنانين حديثين ومعاصرين. وضمن إطار التجديد وإعادة تنظيم المتحف، نود أن نتعاون مع البحرين بشكل أوثق. تساهم مملكة البحرين في هذا الجسر الثقافي بدعم المعهد، كما قد شاركت في إعارة متحفه تحفا أثرية، وشاركت في ندوة حول المرأة البحرينية، وتم إقراض قطع اللؤلؤ البحريني العريق وتحفا أخرى من المتحف الوطني للمنامة. وإلى جانب هذا، تعاونت البحرين مع متحف اللوفر بإقراض قطع أثرية من حضارة دلمون العريقة. تعتبر البحرين ميدانا للحفريات الأثرية في الهواء الطلق، لقد ذهلت عند زيارتي لها. مهما كان مكان وجودك فأنت تعلم أنك في مكان وجود مراحل من التاريخ، وهذا غير موجود في جميع الأماكن في شبه الجزيرة العربية والجزيرة العربية. حقيقة ما مكن حضارات البحرين من الازدهار هو موقعها الجغرافي، وكذلك من خلال مواردها المائية العذبة. منذ عام 2013 سلط معهد العالم العربي الضوء على الإنتاج الثقافي والفني لمملكة البحرين من خلال عدة نشاطات، مثل مهرجان الفيلم الخليجي والعديد من العروض المخصصة لأغاني البحرين التراثية والشعر البحريني، كما يطمح إلى التعاون مع البحرين في مشروع بيت اللغة العربية لترقية مكانة اللغة العربية. يزور هذه التحف البحرينية العتيقة حوالي 100,000 زائر كل عام، مما يساهم في كسر الحدود الجغرافية والتعريف بالموروث البحريني لدى الغرب. فاطمة بلعي، تلفزيون مملكة البحرين، باريس.